مشاهدينا لقاء حصري مع أم أصغر أسير في العالم، أم شادي. طبعا شادي يقبع في سجون الاحتلال، حكم عليه 3 سنوات. للتفاصيل ندعوكم لمتابعة هذه المقابلة. نتشرف صدقا عبر شاشة الأردن اليوم أن تكون معنا أم أصغر أسير فلسطيني في العالم، شادي. أم شادي رح تحدثنا عن شادي، عن صمود شادي لما تم اعتقاله. كان عمره 11 سنة، شادي صار له 1 سنة و3 أشهر محكوم داخل سجون الاحتلال، وتم الحكم عليه ب3 سنوات. أم شادي يعطيك ألف عافية. الله يعافي قلبك حبيبتي. أول شيء منحييكي، وتعجز جميع الكلمات عن التعبير على يعني فخرنا ويمكن تقصيرنا في بالفعل يعني تقديم أي نوع من أنواع المساعدة، ولكن أنت اليوم عم بتطلي ولأول مرة عبر شاشة الأردن اليوم، حابين تحكي لنا شوي عن شادي بداية؟ في البداية أنا بدي أحييكم، أحيي الشعب الأردني حكومة وشعبا وملكا اللي دائما بيحتضن همومنا. الأردن اللي هي حاضنة فلسطين، اللي هي شقيقة فلسطين، يعني لكل الكلمات تعجز. يعني أنا انتمائي وولائي أردني بحت، دمنا أردني. الحمد لله شادي اعتقل بال2015، كان عمره لم يمضي على عمره يعني على عيد ميلاده سوى أيام، اعتقله هو عائد من مدرسته. كان عمره 11 سنة. كان عمره 11 سنة، عيد ميلاده لم يمضي عليه سوى أيام يعني. كيف لما تلقيتي الخبر، ويعني شو التهمة اللي اتهموا فيه هذا الكيان الغاشم؟ طبعا يعني شعور لا يوصف. كيف تلقيت الخبر؟ بكل صدمة، انه ابني الطفل 12 سنة معقول كيان غاصب بكل هالقوة يعتقل طفل عمره 12 سنة لمجرد التفكير؟ هو يحاكم شادي على التفكير، ادعائهم انه كان يفكر ويخطط لعملية. تخيلي طفل، شادي ابني بمص اصبعه، ما كان ينام الا يمص اصبعه وينام في حضني وانقله على غرفته. اليوم شادي في الزنازيل، اليوم شادي بينام لوحده، اليوم شادي لأنه يحمل الهوية المقدسية هم يحطوه في مع الجنائيين. كل يوم أنا بشعر بالخوف على حياته وعلى مستقبله. بالتأكيد يعني الله يعطيك ألف عافية ويكون بعونك ويزيدك صبر وإيمان وتقبل. احكي لنا شادي، يعني في البدايات هلأ صار يعني تم على اعتقاله 1 سنة و3 أشهر، كيف كان بالبداية؟ اليوم شادي وين؟ كنت عم تحكي لي أنه عم بدرس وجاب معدل 98 ما شاء الله. شادي اليوم مش شادي قبل سنة. شادي قبل سنة الطفل اللي كان يجي على المحكمة ويطلع بـ3 قضاة يحملون من كافة الجنسيات، وشادي ابن القدس يحاكم. اليوم شادي صار رجال، شادي عنده وعي، صار كبر. لما بروح على السجن وبدي أحضنه بقول لي ماما ما تحضنيني، خلاص أنا بطلت صغير. شادي ما شاء الله بيكمل تعليمه، حصل على معدل 98 حفظ القرآن والحمد لله، يعني صنع من سجنه حياة ما شاء الله. كيف نفسيته؟ حاليا هو بمعنويات عالية جدا. احنا بننكرش انه في البداية تأثر كونه طفل، يعني طفل تنتزعيه من احضان امه وتحطيه في سجن وبين جنائيين، هذا اشي مش سهل. طبعا بتزوري شادي 4 مرات في الشهر؟ طبعا بزوره 4 مرات بالشهر. كيف تقدري يعني بالفعل كيف تقدري تتمالكي يعني واحنا شايفينك اليوم قد يعني حضرتك جبارة، يعني احنا بنعجز امامك، يعني هذا الصمود قد هو بالنهاية يذل هذا الكيان. صدقيني هذا الصمود والتحدي اللي شايفتيه فيه والصبر انا بستمده من شادي. أنا بستمد هذا الصمود والصبر من شادي. شادي هو اللي بقويني في ابتسامته ودائما يقول لي أنا بخير ما تخافي علي، لكن أنا دائما كل زيارة بروح بزوره وبشعر بالألم إني أنا بترك ابني وراي، ابني الصغير الطفل بتركه وراي، ابني اللي عمره 2 سنين بقول لي ماما شادي بقول لك خذيني روحيني معك. إيش أحكي له أنا لما ابني يقول لي خذي شادي معي؟ كيف تمسك دموعك؟ لا صدقا يعني أم شادي كيف تقدري تمسكي دموعك حتى يعني هو صامد، وانتي بالتأكيد لسه بدك تصبري أكتر وتحثي على المزيد من الصمود. عارفة ليش بمسك دموعي؟ بمسك دموعي لأنه شادي كان بالمحكمة لما يشوفني ببكي يقول لي ماما ما بدي أشوفك تبكي، إذا بدك تبكي ما تيجي على محكمتي، ما تيجي تزوريني، بدي إياكي قوية، بدي تحكي لكل العالم إني أنا مظلوم. هذا اللي بيصبرني.
هذا الطفل اللي يعني النضج اللي موجود عنده يمكن مش موجود عند الكثيرين من الكبار. اليوم يعني ما بعرف بس عم بيخطر على بالي سؤال، وين الحقوقيين؟ وين المؤسسات الحقوقية؟ وين الدول اللي عم بتفكر يعني أو بتنادي دائما بحقوق الإنسان؟ وينهم من هذه القضية؟ إحنا لما بيعتقل هذا الكيان ويضع في زنزانة طفل عمره 11 سنة وبينحكم عليه 3 سنوات، وينهم؟ للأسف إنه اللي بتحكي عنهم سواء منظمة الأمم المتحدة أو غيرها من الذين يعنون بحقوق الطفل، دورهم مقابل دولة إسرائيل لا يوجد لهم أي دور. كمان إنه أنا بقول إنه العالم كله ضدنا، ضد القضية الفلسطينية، كون هدول القضاء اللي بيحاكموا شادي هم أصلاً مش صهيونيين ومش يهود، جاءوا من عدة دول. يعني عن جد يعجز اللسان، الواحد مش عارف شو بده يحكي. طيب شو الرسالة اللي بتوجهيها؟ يعني انت كنت عم تحكي لي انه ما شاء الله عليك تعودتي على الإعلام، وان شاء الله يا ربي كمان تتعودي على الإعلام، ويعني بتتعبي منه لما بيطلع شادي بإذن الله يعني منتصر للقضية. بس شو كنت عم تحكي للإعلام؟ يعني الإعلام هل بالفعل قدر يساعدك اليوم؟ طبعا أنا من بداية اعتقال شادي وأنا قلت ما بدي أيأس ولا أكل ولا أمل. أنا كنت بتصل على الإعلاميين في وقت محاكمة شادي، بناديهم لكل المحطات الإعلامية، لأنه مهم جدا أنه كمان إحنا نفضح هذا الاحتلال. مش بس شادي اللي معتقل، في 300 طفل معتقل، وأنا لما بحكي عن شادي بحكي عن هدول الأطفال كلهم، عن قضية كل الأطفال. يعني اليوم طبعا حضرتك مشرفتينا في الأردن، وكنت من أهم الأشخاص يعني والمؤتمرين بمناسبة أغنية الحرية والتي غناها عاصي الحلاني، وبالفعل يعني هذا التوظيف للفن لي يعني وضع قضية الأسرة هيك على رأس الأولويات مهم جدا. احكي لنا عن الفعالية أيضا، وانت كنت قد كرمتي الفنان عاصي. طبعا هاي الفعالية مهمة جدا، يعني كل الاحترام والتقدير للفنان عاصي الحلاني، الفنان الكبير اللي بيوظف فنه من أجل القضايا الأمة العربية كافة وقضية فلسطين بشكل خاص. بتمنى من الفنانين الآخرين العرب إنهم يحذوا حذو عاصي. مهم جدا إنه لما بتسمع أنت أغنية عن الأسرة في الوطن العربي، هذا إشي يعني بيكون لنا الفخر إحنا إنه فنان زي عاصي الحلاني بيغني أغنية للأسرة. شو رسالتك اليوم بتحب توجهيها يعني عبر شاشة الأردن اليوم؟ أنا بوجه تحية لكل الشعب الأردني اللي هو بعتبر أنا اليوم أنا بين أهلي وبين شعبي، لجلالة الملك المعظم اللي دائما يهتم في قضايا فلسطين، ما بتأثروا. وأنا بدي أشكركم كلكم، يعني لو بقدر أشكركم فردا ما بقدر. إحنا اللي بدنا نشكرك، وإحنا اللي بدنا نشكر ونحيي صمودك، وإن شاء الله يا ربي الله يزيدك إيمان وتقبل وصبر. بدي يعني هيك أعترف لك اعتراف، هي كانت واحدة من أصعب المقابلات اللي أنا بعملها، يعني صح ما كان يمكن كانت مخططة، ولكن بالفعل حسيت حالي وكأنه ما عنديش ولا أي مرادفة ولا أي كلمة في قاموسي. يعني هذا هو الطفل مشاهدينا شادي فراح، هذا هو من يرهب ويرعب الكيان والعدو، هو يعني العدو الإسرائيلي الكيان الغاشم. هؤلاء الأطفال هم الذين يرعبون هذا الكيان، و فلسطين حرة وعربية من النهر إلى البحر. شكرا جزيلا أم شادي، شكرا شرفتينا في هذا اللقاء. الله يسعدك يا ربي ويبارك فيك، شكرا لك. شكرا جزيلا مشاهدينا. يعني مشرفنا اليوم الصحفي والمحلل السياسي أيضا والخبير في الشؤون الفلسطينية تحديدا، ويعني غيرها من الشؤون العربية والمحلية، الأستاذ أسعد العزوني، حتى نتحدث تحديدا عن الإرهاب الإسرائيلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني تابعت معنا يعني هذا اللقاء، وكنت هيك عم بحاول أقرأ تعبيرات وجهك. بداية اليوم ضمن في عنا للأسف 3 مشاريع في منطقتنا، يعني أقواها قد يكون المشروع الإسرائيلي للأسف، وهناك أيضا المشروع الإيراني والمشروع التركي. العرب اليوم ليس لديهم أي مشروع. إذا بنركز اليوم على المشروع الإسرائيلي والإرهاب الإسرائيلي، ماذا تقول بداية تعقيبا على اللقاء وفي هذا الصدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير إليكم وكل المشاهدين. يعني أبدأ بالمثل اللي بيقول قالوا لي يا فرعون مين فرعنك؟ قال لهم ما لقيت حد ردني.
احنا او المستثمرة اسرائيل ما وجدت في المنطقة حد يردها او حد يشن عليها حرب بمعنى الحرب. نعم. يعني انا لا اقول عمليات عسكرية مبرمجة كما حدث بال 48 كما حدث بال 67 كما حدث حتى بال 73 مع الأسف أنور السادات حول النصر الذي حققه الجيش المصري إلى هزيمة. فلذلك الآن نحن المسؤولون كعرب عن سير الإرهاب الإسرائيلي وعن تنميته وعن وصوله حتى إلى أطفالنا. هذه المقابلة التي أجرتيها الآن مع هذه الأم البطلة هي رسالة لنا جميعا. صح. لكن فحوى هذه الرسالة أيضا يحمل جانب آخر، ما هذا الكيان الذي يرهبه طفل؟ مظبوط مظبوط. ما هذا الكيان الذي يرهبه طفل؟ طفل مكانه في حضن أمه، مكانه في المدرسة، مكانه في ساحة اللعب، مش مكانه بالسجن. وبالمقابل هم الآن يرهبون محليا وإقليميا ودوليا وما حدا سائل فيهم. نعم. أو ما حدا قادر يردهم لأنه وجدوا أنه المنطقة العربية احتضنت هذا الكيان رسميا وطنشت الموقف الشعبي اللي هو الآن ما في عربي من سواء كان طفل أو رجل أو امرأة أو شيخ إلا ويقول لا للكيان الصهيوني. لكن مع الأسف نحن مأساتنا في الموضوع الرسمي العربي اللي الآن عم بنمي علاقاته، وهناك دول عربية قريبا ستعلن رسميا علاقاتها مع إسرائيل. بالتأكيد، يعني أنت تحمل المسؤولية لنا جميعا. نعم. نعم. للأسف أيضا يعني القضية الفلسطينية انحرفت البوصلة عنها خلال يعني 7 سنوات الماضية، والأخطر أيضا إنه اليوم الكثير من حتى الأشخاص العاديين من المواطنين العاديين وبمساعدات وسائل إعلام لها أجندات معينة. العدو لم يعد العدو الإسرائيلي، اليوم عم تحدثوا عن خطر أكبر هو مثلا إيران وغيره. يعني هذا العبث، إذا إن أردت يعني إن أحببت، هذا العبث في عقلنا الجمعي، في يعني ما تربينا عليه، لوين بده يودينا؟ يودينا للهوي، وهو فعلا عبث. لأنه أن, 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 أن يكون هناك نهمل الصراع الرئيسي ونستبدله بالصراع الثانوي، ونستبدل الصراع الثانوي بالصراع الرئيسي، هنا تكمن الكارثة. صراعنا مع إيران، نعم هناك خلافات بينه وبين الإيرانيين، هناك خلافات بينه وبين الأتراك، بس هذه الخلافات تحل بالحوار وتسمى في علم السياسي الصراع الثانوي. نعم. لكن الصراع الأساسي أو الرئيسي الذي لا يحل إلا بالكفاح المسلح هو صراعنا مع مستعمرة إسرائيل الخزرية. نعم. هذا هو أن الآن ما وجدنا في الورطة التي وضعنا أنفسنا فيها أننا حرفنا البوصلة من الصراع الرئيسي إلى الصراع الثانوي. تأكيد. اليوم أيضا للأسف أصبح الكثير يخون هذه المقاومة اللي هي مشروعة أصلا، يعني مثلا منشوف وكنا عم نتابع كثير في حتى في موضوع الشباب لما كانوا بيعملوا محاولات طعن، وهذا لم يأتي من فراغ، يعني هنالك الظلم، هنالك قهر عند هذا الشعب اللي فيه عدو يعني محتل أراضيه تماما. أيضا على المستوى الشعبي عم نشعر أنه هنالك تخوين. هناك تخوين، نعم، لأن هناك اتجاه رسمي عربي، وأنا عندما أقول اتجاه رسمي عربي أشمل سلطة رام الله، وهي الآن مسؤولة عن 90% مما يجري ضد الشعب الفلسطيني، لأن رئيس السلطة محمود عباس رغم كل ما يفعل الإسرائيليون من إرهاب يخرج عينا ويقول التنسيق الأمني مقدس، التنسيق الأمني مقدس. لا، ما فيش تنسيق أمني مع إسرائيل، أكيد لا، ويجب أن يبقى الاشتباك. ما بده يحارب يروح على بيته. نعم. أو يروح يستثمر برا، يترك الشعب الفلسطيني يقاوم وينتزع حريته بإيده. طب السؤال الذي يعني الذي يلح علينا جميعا، يعني قبل أقل من 10 أيام انتهت قمة عمان، مؤتمر القمة الذي عقد هنا، وكنا احنا مواكبين الحدث، وفي جميع خطابات القادة كان التركيز على أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى. للأسف انتهت القمة من هنا، ورأينا قرارات لها علاقة بزيادة عدد المستوطنات، لها علاقة بالمزيد من القمع لهذا الشعب الأعزل. يعني لإيش إذن نجتمع نحن؟ سيدتي، في القرآن الكريم هناك آية تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم. لكن على أرض الواقع كل النظام الرسمي العربي يشبك مع إسرائيل،
سياسيا وأمنيا وتنسيقيا واقتصاديا. أنا بدي أشوف إيش اللي بيمشي على أرض الواقع. وإحنا في الأردن بالنسبة للقمة لا نملك إلا أن نقول نجحت القمة. نعم. على الأقل احترام لأنفسنا. طبعاً طبعاً. نعم كان دور مهم. لكن مش هاي القمة اللي إحنا بدنا إياها. وين هالقمة؟ ما هم اللي حضروها ما شاء الله عليهم. يا نايم يا واقع. أيضا إذا ما نتحدث اليوم عن الملفات العالقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حل الدولتين، حق العودة وغيرها، يعني إذا أيضا تعطينا رأي حتى موضوع الحل، دولة دولتين 50 دولة ما في حل. يعني لو كان هناك رغبة، والحمد لله أنه ما في عندهم رغبة، أن توقع منظمة التحرير الفلسطينية، يعني أن توقع العروس وإمها وأبوها على العقد، نعم. ونجد العريس يرفض، شو بيعني هذا؟ هذول الجماعة ما بدهم سلام، يبحثون عن استسلام. ولو بقي فلسطيني واحد، أو هناك لو كان في يهودي عراف وتنبأ كذبا بأن هناك امرأة فلسطينية ربما تحمل في ثنايا بطنها جنين في المكسيك، لأقاموا الدنيا وأقعدوها إنه في جنين البلاء. نعم. إذن هذول الجماعة إذا ربنا سبحانه وتعالى يعني عجزوا قتلوا أنبياءه. نعم. يعني الشعب الفلسطيني من أين يستمد هذه القوة؟ يعني أنت عم تحدث وإحنا كل العالم يعني تشاهد وتعرف وتراقب يعني هذه الأمور البطولية الأسطورية، يعني إذا مثلا على مستوى أنه صار في تهريب لحيوانات منوية وبالتالي كان في أجنة مثلا حملوا فيها، أو صار في عنا حالات حمل وولادة لأبناء من هم داخل الأسرى والزنازين. هذه الرسالة، هذه المقاومة، ثقافة المقاومة، هذه الرسالة يجب أن يفهمها قبل بالجميع مسؤول السلطة الفلسطينية في رام الله. عليه أن يفهم أنه يقود شعب ليس كباقي الشعوب، لكن مع الأسف هو الآن أسهم بإلحاق الظلم ضد هذا الشعب بتقييده في التنسيق الأمني، والآن ما تعجز عنه إسرائيل تقوم به السلطة. للأسف. رسالتك الأخيرة يا أستاذ أسعد العزيز. الأخيرة، الصراع لن يتوقف. نعم. هاي هي. لن يتوقف الصراع إلى أن ينتصر الشعب الفلسطيني. متفائل هذا قدر القضية. الله سبحانه وتعالى. وأنا بقول أن الشعب الفلسطيني هو يعني إنما شرفه الله بهذه الرسالة، أن حمل رسالة المقاومة. لكن على الشعب الفلسطيني أيضا أن يرتب البيت جيدا وينظف ما علق به من أوساخ سياسية. نعم. حتى لا يذكر التاريخ يوما أن هناك من خان في الشعب الفلسطيني. نعم. بالنهاية نشكر حضرتك جدا. الشكر لك. ونقول دائما يعني الحرية إن شاء الله لجميع الأسرى القابعين داخل الزنازين. هنالك بعض الأسرى يعني أمضوا من حياتهم 34 عام وهلأ هن في بداية 35 عام. نعم. وغيرهم. صحيح. وما زالوا يعني صامدين ولساتهم يرعبوا هذا الكيان من داخل الزنازين. نعم. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا، شرفنا في برنامج حديث اليوم. مشاهدينا بعد الفاصل نستكمل وحضراتكم باقي فقرات حديث اليوم.